أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفا صفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا
بلدا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. الفاتحة.